السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أولاد وبنات ثالث ابتدائي؟ اشتقت إليكم كثيرا، إن شاء الله تكونون دائما بخير. اليوم يا أصدقائي سوف نتعرف على درس جميل وجديد لمادة الفقه، وهو آداب اللباس. اللباس يا أصدقائي نعمة عظيمة من الله، رزقنا الله معرفة اللباس لنستتر به، لكي يستر الإنسان عوراته، نستر جسمنا وعورتنا، وأيضا نتزين به لأنه نعمة من الله، ويجب علينا اتباع آداب معينة في اللباس. من آداب اللباس رقم واحد النظافة، يجب أن يكون اللبس ماذا؟ سنتم نظيف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، فدائما يجب علينا أن يكون لباسنا جميل، وأيضا حذاؤنا نظيف ولبسنا نظيف، ثوبي الذي ألبسه يكون نظيف، ورائحتي دائما زكية ونظيفة وطيبة. كيف تكون رائحتنا نظيفة؟ أحسنتم، بالاستحمام والتطيب أحسنتم رائعين، فدائما نهتم بنظافة ملابسنا وأيضا أجسادنا، فالإسلام يدعو إلى النظافة والتجمل. الآن يا أصدقائي أريد منكم الاستماع جيدا لقصة نورة وفواز. ذهب فواز ونورة مع أبيهما إلى السوق لشراء ملابس جديدة، فأخذ البائع يعرض عليهم ملابس متنوعة، استبعد الأب بعضها، فسأله فواز ونورة عن سبب استبعاده لهذه الملابس، فقال الأب: لقد استبعدت من الملابس ما لا يليق بالمسلم. قال: وما هو؟ أجاب الأب قائلا: اللباس الذي يصف العورة، أي يكون شفاف أو ضيق أو قصير. وأيضا قال الأب: واللباس الذي يحمل صورا لذوات الأرواح. ما هي ذوات الأرواح يا أصدقائي؟ أحسنتم، صور إنسان أو حيوان. وأيضا قال الأب: واللباس الذي يحمل عبارات محرمة، كالعبارات التي تخالف الدين أو تتضمن أمور منكرة. نكتشف مع بعض يا أصدقائي ما هو الأدب الثاني من آداب اللباس. أول شيء قلنا النظافة، اثنان تجنب الملابس المحرمة. تجنب ماذا يا أصدقائي؟ الملابس المحرمة. بعد ما ذكرنا مواصفات اللباس، من يذكر لي مواصفات اللباس الصحيح؟ أحسنتم، أن يكون ساتر ولا يصف العورة ولا يحمل صورا لذوات الأرواح ولا يحمل أيضا عبارات محرمة. أحسنتم يا أصدقائي. أيضا يا أصدقائي الجميلون، الأدب الثالث من آداب اللباس الحذر من التشبه المحرم. معنى الحذر من التشبه المحرم، أي يحرم تشبه الرجال بالنساء، أي يلبس الرجل نفس لبس المرأة، ويحرم أيضا تشبه النساء بالرجال ويلبس النساء لبس الرجل، هذا حرام ويجب علينا ألا نفعله. الحذر من التشبه المحرم، دائما نعتز بلباسنا الساتر ولا نتشبه بالكفار أيضا. يا أصدقائي دعاء لبس الثوب، يوجد دعاء للبس الثوب سأقوله لكم وأريد منكم أن تحفظوه
وترددونه عندما تلبسون ملابسكم. تقولون: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني إياه من غير حول مني ولا قوة. أريد منكم حفظ هذا الدعاء. الآن يا أصدقائي، نريد أن ننجز نشاط رقم 1، صفحة 41. نشاط رقم 1: أربط كل سورة بما يناسبها. السورة الأولى تشاهدونها يا أصدقائي، ولد أو رجل لابس ثوب. هل هي ملابس للرجل أم للمرأة؟ ذكرنا رجل، أحسنتم، ملابس الرجل. والتنورة ملابس المرأة. والشماغ، أحسنتم، ملابس الرجل. والعقد ملابس المرأة. العقد هل هو لبس أم زينة تتزين بها المرأة؟ أحسنتم، رائعين يا أصدقائي. أيضا يا أصدقائي، الأدب الرابع من آداب اللباس هو الحذر من الإسبال. ما معنى الإسبال؟ أحسنتم، معنى الإسبال هو إطالة الرجل ثوبه أو سراويله أو بنطاله أسفل من الكعبين. دائما يجب على الرجل ألا يطيل في ملابسه ويجعلها فوق الكعبين. تمام يا أصدقائي؟ ننجز نشاط 2، صفحة 42. ضع الكلمة المناسبة في الفراغ. عندنا كلمتان: إطالة ثيابها أو الرجل. يحرم على فراغ إسبال ثيابه. أحسنتم، يحرم على الرجل إطالة أو إسبال ثيابه. المشروع في حق المرأة فراغ حتى تستتر قدميها. أحسنتم، المشروع في حق المرأة إطالة ثيابها. يجوز للمرأة أن تطيل ثيابها لتستتر، أما الرجل لا يجوز أن يطيل في ثيابه. رقم 5 يا أصدقائي، من آداب اللباس أيضا الحذر من الإسراف. لا أسرف في شراء الملابس وأتصدق بالملابس التي لا أحتاجها، أي لا أرميها أو أتلفها أو أجعلها عندي هكذا. أي لبس لا أحتاجه أتصدق به للفقراء والمحتاجين. أيضا يا أصدقائي، ننجز نشاط 3، صفحة 43 مع بعض. أختار الإجابة الصحيحة: هل أشتري كل ما يعجبني من الملابس؟ أم أشتري ما أحتاج إليه؟ أم أشتري الملابس الغالية الثمن؟ أحسنتم، نشتري دائما ما نحتاج إليه. أيضا يا أصدقائي، نكمل من آداب اللباس التيمن. عندما أرتدي ملابسي أبدأ بيد اليمنى أو أبدأ بقدم اليمين، وعندما أخلعها أبدأ باليسار، يد اليسار أو قدم اليسار. الآن يا أصدقائي، ننجز التقويم مع بعض. تقويم رقم 1: أنظر إلى الصورة وأكمل العبارات. عندما أرتدي ملابسي أبدأ بفراغ. في الصورة ماذا؟ عندما أرتدي الملابس أبدأ باليمين. أحسنتم. 2: أختار الإجابة الصحيحة: فصل أخي ثوبا وعندما لبسه وجده أسفل من الكعبين، ماذا يفعل؟ أحسنتم، يعيده إلى الخياط ليقصره. 3: أملأ الفراغ لأحصل على بعض آداب اللباس. لا ألبس ملابس فيها فراغ. أحسنتم، لا ألبس ملابس فيها صورا لذوات الأرواح أو عبارات محرمة.
الإسلام يأمر بالاعتدال في اللباس وينهى عن الإسراف. فيه 3، ما أستغني عنه من ملابسي ماذا أفعل به؟ أتصدق به. أحسنتم رائعين، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم.